على الرغم من أن معظم الحيوانات المفترسة هي آلات صيد في حد ذاتها، إلا أنها لا تزال تعمل بجد لتناول وجبتها. الحيوانات المفترسة بعض الصفات والمؤهلات الجسمية التي تؤهلها للتعايش مع متطلبات حياتها وتمكنها من توفير غذائها بنفسها، وهذه الصفات هي أسلحة الحيوان المفترس التي يستخدمها لقتل وأكل الفريسة. ومن هذه الصفات تمتلك الحيوانات المفترسة أعضاء تسهل عليها اصطياد الفرائس وتناولها كغذاء لها، مثل الأسنان الحادة والمخالب القوية والحقوق الفتاكة. المخالب الحادة سلاح هام من أسلحة الحيوانات المفترسة. كما تمتلك الحيوانات المفترسة أعضاء حسية أو حواس على درجة عالية من القوة التي تمكنها من اصطياد فرائسها بسهولة وتمكنها من تحديد أماكنها. ولو عن بعد، الحيوانات المفترسة التي تمتلك حواس تمكنها من صيد فريستها. تمتلك الحيوانات المفترسة دماغ كبير الحجم نسبيا يدل على تمتعها بنسبة ذكاء تمكنها من اصطياد الفرائس. وكلما كان حجم مخ الحيوان أكبر، كلما كان حجم إدراكه أكبر، بحيث يقلل هذا في المقابل من فرص تعرضها للافتراس من قبل حيوانات أخرى مفترسة أكبر منها. تمتلك الحيوانات المفترسة جهازا هضميا معقدا، وهم يعتمدون على اللحوم كغذاء. ولكن على الرغم من تعقد الجهاز الهضمي للحيوانات المفترسة، لأن الحيوانات التي تتغذى على النباتات العاشبة يتميز جهازها الهضمي بأنه أكثر تعقيدا. في عالم الحيوان، البقاء على قيد الحياة أمر ثابت. معركة مخلوق واحد يقف وحده متحديا احتمالات خطيرة. الغزال يتمتع بسمع ورؤية ممتازين، ما يمنح الغزلان ميزة في المطاردة. ومن المعروف أنهم أكثر مرونة، ويمكنهم الدوران بشكل أسرع من الفهود، ويمكنهم بسهولة أن يتفوقوا على الفهد إذا أدركوا الخطر في الوقت المناسب، إلى جانب كونها فريسة قوية وخطيرة للقطط الكبيرة. نبات الصياد حاد البصر وسرعة الخام تجعل منه صياد هائل. الفهد هو أسرع حيوان ثديي في العالم قبل إطلاق العنان لسرعتهم. الفهود تقوم باستخدام استثنائي، حريصة على التفحص بيئتهم والمراعي بحثا عن علامات على الطباء. هذا القط الكبير هو صياد النهار الذي تستفيد من حركة التخم. يعطفها مميزا يسمح بأن يمزج بسهولة في الأحشاء عندما تحين اللحظة المناسبة محاولة للضرب عليه. المطاردات هذه تكلف الصياد قدرا هائلا من الطاقة، وعادة ما تكون خلال أقل من دقيقة. إذا نجحت، فإن الفهد يسحب غالبا ما يقتل به إلى المكان الذي يختبئ به لحمايته. الحيوانات الانتهازية التي تسرق أحيانا تلك الفريسة، تم العثور على معظم الفهود الصيادة البرية في شرق أفريقيا وجنوب غرب البلاد. فإن جاموس الرأس هو أحد الفرائس المفضلة لدى تلك القطط الكبيرة، وكلاهما يتنافسان من أجل البقاء في السافانا الأفريقية.
وعادة ما يقاتلان من أجل الطعام أو ينجو من شراسة الحيوانات المفترسة. هذا الأسد هو حيوان مفترس قوي، ولا يوجد حيوان آخر قادر على هزيمته. الأسد ضد الحيوانات البرية. حيوان النوم ليس كبيرا مثل جاموس الرأس، لكن هذا لا يعني أن الحيوانات المفترسة يمكن أن تفترسه بسهولة. يمكن لهذه الثدييات النشطة والحيوية أن تنمو عادة إلى ارتفاع 5 أقدام، تصل من 500 رطل، ويمكن أن تجري بسرعة تصل إلى 50 ميلا في الساعة. إذا كنت تريد رؤية قتال مذهل بين المفترس والفريسة، فضلك لا تذهب إلى أي مكان. لحظات مروعة لما تسحق القرون القاتلة تلك الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة هي الحيوانات التي تتخذ مطاردة الحيوانات الأخرى والقضاء عليها أسلوبا للحصول على غذائها، وهي حيوانات برية تستخدم حواسها الفطرية والمكتسبة لترشدها إلى فرائسها. والافتراس هو تفاعل بيولوجي بين الكائنات، حيث يقوم المفترس بالاقتياد على كائن حي آخر أو على عدد من الكائنات الحية الأخرى التي تدعى بالفريسة. تتكيف حواس الحيوانات المفترسة لتسهيل سلوك الصيد. الحيوانات المفترسة تمتلك سمات مثل الأسنان الحادة والمخالب التي تعزز قدرتها على اصطياد الفرائس. تمتلك هذه الحيوانات أيضا أعضاء حسية حادة للغاية تساعدها في العثور على الفريسة المحتملة. يعد الجاكوار أحد القطط الكبيرة التي تصطاد بشكل متكرر وحوش النهر الخطير، وهي من القطط الكبيرة التي غالبا ما تصطاد فرائسها في الماء والمطاردة. ونصب الكمائن هي استراتيجيتها في الصيد. يتكون نظام الجاكوار الغذائي من القرود والطيور والغزلان والتماسيح وأي شيء على طول النهر. يعد فريسة محتملة لهذا القط الكبير. تعد حيوانات اليغور من القطط الكبيرة التي غالبا ما تصطاد فرائسها في الماء، وتعتبر المطاردة ونصب الكمائن هي استراتيجيتها في الصيد. لكن لا تتفاجأ إذا انتهى الأمر بأكلهم عن طريق الخطأ من قبل الفريسة المقصودة في البرية. تحتاج الحيوانات إلى أن تكون على دراية بشيء ما. عندما تقترب من الماء تعرف باسم وحوش النهر لأنها تأكل أي شيء يدخل في طريقها. يهاجم التمساح ويمسك بفرائسه عندما يقترب منها أكثر من 5 أقدام، يسحبه إلى الماء ويغمره ويتناوله. صراع البقاء من المصطلحات الشائعة جدا والتي تعني صراع الكائنات الحية واحتدام المنافسة فيما بينها من أجل البقاء على قيد الحياة، وهو قانون طبيعي يطبق على جميع الكائنات الحية، الإنسان والحيوانات والنباتات أيضا. وصراع البقاء هو عملية طبيعية منظمة وتلقائية وغريزية عن الكائنات الحية. يحصل نتيجة هذا الصراع استبدال نوع من الحيوانات إلى نوع آخر، وقد يكون من الصعب شرح كيفية ذلك أو كيف ينجح النوع في استبدال نوع آخر وإزاحته للحصول على الأمان. وكم أكبر من الغذاء من أجل البقاء والتكاثر والحفاظ على النسل. ولكن في عالم الحيوان يمكن أن يعز السبب في أن الصراع مفتوح فيما بينها. الحيوانات لا تمتلك أخلاق أي ليس لديها ضوابط أخلاقية للسيطرة على سلوكياتها، وإنما تتصرف من تلقاء فطرتها وغريزتها.
لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يخوض في أغلب الأحيان معارك دموية من أجل البقاء دون أخذ أي اعتبارات أخلاقية بالحسبان. البقاء للأقوى من المصطلحات المشهورة جداً والتي تستخدم للتعبير عن الصراع الدائر بين جميع الكائنات على الأرض من أجل الحفاظ على حياتها، والتي تشترط القوة للفوز بهذا الصراع والمنافسة. وظهر هذا المصطلح في الطبعة الخامسة من كتاب أصل الأنواع لعالم الطبيعية البريطاني تشارلز داروين، والذي اقترح داروين على أساسه أن الكائنات الأكثر تكيفاً مع بيئتها في الأكثر نجاحاً في الحفاظ على حياتها وتكاثرها ونسلها. ومن الجدير استعار هذا الاصطلاح من عالم الاجتماع، ولكن افترض داروين أن هذا المصطلح نسبي وليس مطلقاً، فيمكن لأقوى الأنواع أن تنقرض وتفقد القدرة على الاستمرار بسبب الظروف وتغير البيئة والمناخ. أهمية قانون الصراع البقاء. قانون الصراع من أجل البقاء قانون طبيعي وليس من صنع البشر، وإنما هو فطرة وغريزة في كافة الكائنات الحية. ولكن يوجد سبب أساسي يبرر هذا القانون ويجعله منطقي وأساسي لاستمرار الحياة لجميع الكائنات على الأرض. فالكائنات الحية تخضع لقانون الزيادة الهندسية، فكل كائن ينتج ويتكاثر ويزيد من نسله، وإذا كانت هذه الزيادة مطلقة فلن تتمكن الكائنات من العيش على الأرض، لأن الموارد لن تكفيها ولن تكفي أبناء نسلها جميعهم، سواء الإنسان أو الحيوانات أو النباتات. ومن هنا تبرز أهمية الصراع من أجل البقاء، أي أن الكائنات تستخدم قوتها من أجل انتزاع لقمتها وتأمين نسلها للعيش، حتى لو اضطرها ذلك لقتل الأنواع الأخرى. نعلم جميعا أن الأسد هو ملك الغابة بغرائز قوية وجسم عضلي وشجاعة لا تصدق. عند الصيد يمكنهم القفز لمسافة تصل إلى 10 أمتار، ويمكنه الركض بسرعة قصوى تبلغ 80 كيلومترا في الساعة في رشقات نارية قصيرة. الحمير الوحشية هي الوجبة المفضلة للحيوانات المفترسة. هم من الحيوانات العاشبة الذين يأكلون العشب في الغالب، ويرتبطون ارتباطا وثيقا بالخيول والحمير. أسنان جميع أنواع الحمار الوحشي تتكيف مع الرعي. تمتلك الحمير الوحشية قواطعا علوية وسفلية قوية لقطع العشب، ولكنه يتعرض لهجمات فتاكة من تلك الحيوانات المفترسة. جاموس الرأس، ويطلق عليه أيضا الجاموس الأفريقي، ليس طويل القامة جدا حيث يبلغ طوله 50 بوصة فقط، وله أرجل قصيرة نسبيا ولكنه ضخم، حيث يصل وزنه إلى 500 كيلوغراما. سيعرض لك هذا الفيديو بعض الأشياء التي تحدث في الطبيعة كل يوم. تعتبر أفرس النهر من أخطر الحيوانات، كما أنها سباحة ماهرة. إنهم يقتلون الكثير من الحيوانات الأخرى دون سبب سوى متعة القيام بها.